لتسليط الضوء أكثر على توتر العلاقات بين أمريكا وروسيا بعد تصريحات الرئيس بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتداعيات ذلك على المنطقة. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية دكتور نعمة الراوي. دكتور نعمة، بداية مرحبا بك. توتر في العلاقات بين أمريكا وروسيا إثر تصريحات الرئيس بايدن في لقاء تلفزيوني هاجم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بداية، كيف تنظر إلى هذه التصريحات التي وصفها مراقبون أنها غير دبلوماسية؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. طبعا مسألة طبيعية أنه بايدن يعيش يعني فترة مراهقة سياسية لكونه مهتز في مجيء إلى الحكم في أمريكا، ولذلك يبحث عن صورة تلمع مكانته وشخصيته غير مستقرة في كلامها وفي تصورها وفي سياستها، ولذلك وجه سهامه إلى روسيا. وأبسط شيء أنه لما يقول القاتل هذه خروج عن الدبلوماسية. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المفروض أنه لا ينطق بمثل هذه الكلمات المتعجرفة الخارجة عن النطاق الدبلوماسي، عن النطاق السياسي. الدبلوماسية هي الحل الأمثل لكل المشاكل بين روسيا وبين بوتين وبين بايدن وبين أمريكا وإلى آخره. لكن أما أن يستخدم هيك ألفاظ فهذا حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول هذه أمريكا، أمريكا القوة العظمى في العالم، لا أقول سياسة الإنسان العاجز، وإنما السياسة الغير مفهومة في العرف الدبلوماسي، أنه لما يوجه إلى شخص آخر رئيس دولة أخرى بأنه قاتل. لنسأل من هو الذي بدأ بالقتل في اليابان هيروشيما، فيتنام، العراق، أفغانستان وإلى آخره، بالرغم من أن روسيا أو بوتين أو غيره أنهم ليسوا بعيدين عن هذه الأوصاف التي تأتي كلمة قاتل أو آخره، لأن أيضا الروس لعبوا أدوار في القتل في مناطق معينة وآخرها أفغانستان. طيب دكتور نعمة، يعني هذا التوتر هل له انعكاسات ربما بين الولايات المتحدة وروسيا على قضايا المنطقة؟ يعني هناك قضايا، على سبيل المثال هناك الأزمة الروسية الليبية وغيرها. الحقيقة هذه طبعا مؤشر له وجهان، الوجه الأول هو إيجابي والوجه الثاني هو سلبي على مشاكل المنطقة. إذا كان هنالك تفاهم أمريكي روسي في المنطقة فبالتأكيد أنه المنطقة رايح تحل كثير من المشاكل العالقة، سواء في ليبيا، سواء في سوريا، سواء حتى العراق. لكن كلما كانت هنالك أزمات كبيرة فيما بين الدول الكبرى هذه تنعكس سياستهم على المناطق النفوذ التي لهم تأثير فيها، وبذلك يصبح هنالك نوع من الفوضى أو عدم الاستقرار في تقريب الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد الشعوب على النهوض باقتصادها، بسياستها، بأمور حل المشاكل فيما بينها. ولذلك أنه أمريكا الآن في سوريا أو في العراق أو في اليمن تكون أكثر ارتياحا عندما تكون العلاقات غير متوترة بينها وبين روسيا، وروسيا بالمثل تكون علاقتها أكثر ارتياحا في ليبيا لأن ماكو تصادم
بين السياستين لقضية النفوذ صغر أو كبر. هذا النفوذ امتداده خارج نطاق المتعارف عليه بين الدولتين، حتى ولو كان هنالك نوع من الخروج عن النطاق المألوف في الدبلوماسية في كثير من القضايا، وهنالك صفح أو تهاون وعدم الأخذ بالكلمات كما وصف بايدن لبوتين بالقاتل. طيب دكتور، بالنسبة لتأثير العلاقات الروسية الصينية على حالة التوتر هذه بين روسيا وأمريكا، كما هو معلوم هناك يعني في عهد دونالد ترامب هناك توتر في العلاقات الأمريكية الصينية على المستوى الاقتصادي وغيره من المستويات، هل ترى أن الصين ربما تدخل في دائرة هذا التوتر إلى جانب روسيا؟ حقيقة شهدت قبل يومين أو شيء أنه أول لقاء دبلوماسي بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكان هذا اللقاء مشحون في المواقف وفي السياسة، وكل بلد يكيد للآخر اتهامات ربما تكون صحيحة أو ربما تكون غير صحيحة، لكن كل من الطرفين نعم دكتور. نعم نسمعك، تفضل أكمل. نعم، فكلا الدولتين قالت للأخرى اتهامات، هذه الاتهامات أما أن تكون صحيحة أو أن لا تكون صحيحة، لكن كل واحد يريد أن يصل إلى الهدف اللي من أجل انعقد هذا الاجتماع. وكان حضور رئيس الوفد اللي هو رئيس مسؤول العلاقات المركزية للشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي يدلل على مكانة هذا الاجتماع وأهميته. نعم. ودوره في العلاقات بين الصين وبين أمريكا. الصين تبحث عن علاقات اقتصادية قوية مع أمريكا، والأمريكان في نفس الوقت أيضا يطمحون لتقليص النفوذ الجامح للصين في الدول الأخرى، ولهذا أنه الصين تهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تدفع دول كثيرة وتحرضها على الصين لتقف ضدها، ومن بينها اليابان وكوريا وغيرها. أخيرا لذلك باردة، أعتقد أنه الحرب الباردة قادمة فيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وليس بين أمريكا والروس، لأن الصين لديها القدرة الاقتصادية الفائقة من قدرة التأثير على الواردات الأمريكية، وبالذات مسألة الصلب والحديد وغيرها وغيرها. وأيضا أمريكا الآن تنصب العداء لهواوي وغير الصناعات المتطورة الصينية. نشكرك شكرا جزيلا دكتور نعمة الراوي، أستاذ العلاقات الدولية والأكاديمي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن.